حتى إن الناس يقذف في قلوبهم محبة هذه الوجوه الحسنة. يقول سعيد بن المسيب: إن الرجل لا يصلي بالليل فيجعل الله في وجهه نورا يحبه عليه كل مسلم. والناس لما كانوا يرون وجه وكيع بن الجراح قالوا: ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم، وأجملهم وأحسنهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وجهه يتلألأ، وإذا تبسم استنار وكأن الشمس تجري في وجهه صلى الله عليه وسلم. ويقول أبو سليمان: إن أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. لا تنسون تحافظون على قيام الليل. السلام عليكم.